السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد. إذا خليتكم في الجزء الثاني بأن الشيطان تمثل في سراقته ابن مالك، وهذا الدليل اللي أردت أن نجيبه لإخوتي ونقول لهم بأن الشيطان والجن بصفة عامة يتشكلون ويتصورون، يعني الشيطان هنا في غزوة بدر تصور وتشكل في صورة سراقة ابن مالك. فلما رأى الشيطان جبريل والملائكة نازلين من السماء ينصرون محمد صلى الله عليه وسلم، فالشيطان أشنو قال؟ قال للمشركين لا غالب، هو كان وهنا كان يقول لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، كان يقول لهم بأن راكم غد غلبوا المسلمين وغد انتصروا عليهم، لكن لما شاف جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه الوفد من الملائكة قال لهم إني أرى ما لا ترون، انا راك نشوف واحد الامر اللي ما كتشوفوش انتوما محجوب عليكم. هو شكون اش كان كيشوف؟ كيشوف جبريل عليه الصلاه والسلام، اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله، وصار الان صار يخاف الله سبحانه وتعالى لما شاف اني اخاف الله والله 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 شديد العقاب. اذا هنا ولى ابليس اللعين وانتصر المسلمون والحمد لله. غزوة بدر معروفة عند جميع المسلمين، لكن الشاهد من الحديث أن الجن يتشكلون ويتصورون. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والجن يتصورون ويتشكلون في صورة البغال والحمير والقطط والكلاب والحيات والعقارب وما إلى ذلك رحمه الله. وهذه كانت في هذا الكلام كان له في رسالة الجن. طيب كذلك هل الجن والشياطين منهم الذكور ومنهم الإناث؟ قلت لكم في الحديث الأول أن الجن فيهم الإناث وفيهم الذكور، الحديث الذي قلت لكم قبل قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، أي هذه الخلاءات محتضرة تحضرها الجن، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث كما قلنا وفسرها الإمام ابن الأثير بالخبث، الخبث بضم الباء، قال الخبث هما الذكور من الإناث والخبائث هما الإناث من الجن، الذكور من الجن والإناث من الجن. إذن دليل أن فيهم الذكور والإناث. طيب هل الجن مكلفون؟ وش الجن مثل بني الإنسان مكلفون؟ لازم يصليوا، لازم يعبدوا الله سبحانه وتعالى، لازم يزكوا، لازم يحجوا. نعم، الدليل نقول لكم دليل واحد هو قول الله سبحانه وتعالى يخاطب الجن والإنس على السواء، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هذا دليل أن الجن كذلك مكلفون. وكذلك الحديث فيها واردة أن الجن مكلفون، فخير دليل الحادثة التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة بحثوا على النبي صلى الله عليه وسلم وما وجدوا، فأصبح يخبر الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع داعي الجن، والقصة معروفة فليرجع لها في تفسير سورة الرحمن إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب هنا السؤال، هل الجن عندهم عقائد وديانات أخرى؟ نعم، الجن عندهم عقائد وديانات أخرى، ويقول الله سبحانه وتعالى سورة الجن، يقول الله سبحانه وتعالى سورة الجن وأن منا الصالحون، إيش الصالحون؟ منا المسلمون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، منا دون ذلك قالوا العلماء قالوا هما الكفار من الجن. وقال ابن تيمية رحمه الله قال كذلك الجن فيهم المسلمون وفيهم الكفار وفيهم أهل السنة وأهل البدعة كذلك، وفيهم أهل الصوفية وفيهم فيهم اليهود والنصارى وطوائف أخرى والبوذيين والمشركين والمجوسيين، فيهم طوائف كثيرة وفيهم عقائد أخرى. والدليل كما قلنا هو قول الله سبحانه وتعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. إذن
بهذا يتبين أن الجن كذلك هم مكلفون وعنا مع قائد أخرى، ففيهم المسلمون والحمد لله رب العالمين، وفيهم الكفار هدنا الله وإياهم. طيب سؤال كذلك هنا، هل الجن يتناسلون ويتناكحون؟ نعم الجن يتناكحون ويتناسلون، وهنا أكتفي بدليل واحد وإلا الأدلة موجودة الحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هنا الفسق بمعنى الفسق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو بمعنى الكفر. إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هنا الشاهد من الآية: أفتتخذونه وذريته أولياء. إذن الذرية لا يمكن أن تقع إلا عن طريق التناكح والتناسل، فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن الدليل الذي أردت من هذه الآية هو ذريته، يعني الشيطان عنده ذرية، يعني يتناكحون ويتناسلون. طيب متى تنتشر الشياطين؟ هذا سؤال مهم بالخصوص أهل البادية وأهل القرى، فيحذرهم عوليلاتهم ويحذرهم عن نفوسهم دائما عليهم بالأذكار الصباح والمساء، لأن الشياطين عادة ما تنتشر في الظلام لأنها تحب الظلام أكثر من النهار. فالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه، وهذا الحديث مروي في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جنح الليل أو أمسيتم، يعني إذا طح الليل طح الظلام أش غيوقع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكفوا صبيانكم، دخلوا الصبيان ديالكم البيوت ديالهم. علاش؟ لأن ممكن الصبيان يكونوا لعبوا في الخارج في الخلاء وبعدين يلعبوا في أماكن تاع الجن ويعتادوا على الجن بدون ما يشعروا، وبحكم أنه كيلعبوا أنهم بريئين كيلعبوا كيبغيوا يلعبوا، لأن معروف عن الأطفال دائما فيهم الفطرة تاع اللعب وكذا، لكن ربما هذ الأطفال يلعبوا في الأماكن تاع الجن وما يكونوش دايرين بهذا الأمر هذا، فيتسلطوا عليهم الجن ويتعدوا عليهم. في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم الوقاية قبل ما توقع في المرض أو في الداء، قال لك: فكفوا صبيانكم فإن الشياطين حينئذ تنتشر. لأن الشياطين لما كيطيح الظلام كتنتشر كثير كثير كثير. قال: فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب. إذن غلقوا الأبواب ليش؟ قال لك: واذكروا اسم الله. قال لك: لأن الشيطان، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. إنسان لما يدخل وليداته ويغلق المفتاح، يغلق الباب بالمفتاح ويقول بسم الله هكذا بسم الله، قال لك أن الشياطين عامة لا تدخل بابا مغلقا، وذكر عليه اسم الله خلاص، ها لازم نصدق بهذه الأحاديث هذه. طيب قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: وأوقوا قربكم. إيش أوقوا قربكم؟ قال لك القربة، إحنا نسموها في المغرب القربة، هذه القربة اللي يضعوا فيها الماء. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: غلقها ثم علقها في الجدار. قال لك: وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله، دائما ما تنساش اسم ذكر الله سبحانه وتعالى. قال لك: وخمروا آنيتكم، غطوا الآنية ديالكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا علي شيئا وأطفئوا مصابحكم. إذن بقوا معنا في الجزء التالي إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله حتستفدوا كثير كثير إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.